30 دقيقة بعد 8 متاع الصباح. من جديد نحيي كل مستمعينا. بدينا معكم المشوار من 5:30 ومازلنا متواصلين حتى لتسعة متاع الصباح باش نتعرفوا كالعادة على الجديد الأسعار والمراقبة الاقتصادية. ومعنا ضيفنا سي نوفل العلوي رئيس مصلحة المنافسة والجودة الاقتصادية. صباح النور وصباح الفل سي نوفل. صباح الخير صباح الفل صباح الورد لكل المستمعين إذاعة صفاقس. مرحبا بك. نحن قبل ما نحكيه على المراقبة الاقتصادية ظهر لي شغلنا الشاغل المواطن التونسي الكل اليوم هو العلوش، هو سيد الموقف بورصة العلوش اللي يقول لك غالي علينا، يحبوا يعرفوا شنو هو جديد الأسعار، شنو هي خاصة صفقة العلالش اللي توينا نشوف فيهم توا في الصورة اللي هم علالش بالحق يشبوا علالش علالشنا نحن التوانسة، على خاطر فما برشا إشاعات حول العلوش وحول شكله وحول نوعية اللحوم. تو نحكي في هذا الكل. المهم الجديد انه العلالش الحمد لله وصلوا. الحمد لله وصلوا بطبيعة الحال. وصلوا بسلامة. وتوا وصلت الدفعة الأولى عن طريق مورد خواص حوالي 12500. غدوة الحي إن شاء الله بقدرة الله معناها توصل الدفعة الثانية فيها 10000 رأس. ونهار 18 الصباح 10000 رأس، والعشية يا اما العشيه ولا نهار 19 25000 راس قدرت لي. هذوما تابعين شركه اللحوم. تابعين شركه اللحوم، يعني انتم باش تقوموا بالمتابعه حتى من بعد في البيع. وقتاش باش نبداو الساعه البيع؟ وين والله هو المفروض كان المفروض ان اليوم تنطلق عمليه البيع. لانه معناها بحكم انه معناها معلوش نهار السبت العشيه مؤخر، فهمت لازم ارتاح على الاقل نهارين. وبما انه معناها العلوج عن طريق مورد خواص قدم برنامج معناها نقاط البيع الخواص هذه معناها الوزاره تاعنا، والوزاره مازالت معناها مش تعطي برنامج كل يوم في نقاط البيع من داخل تراب الجمهوريه باش نعرفوهم وين وباش نتابعوه. فهمتني؟ في صفاقس فما نقاط بيع. طبيعي جدا لما الدفعه في الاولى ما نعرفش مازال ما عندناش برنامج بالضبط، اما يمكن خاطر هي المساله مرتبطه بالبرنامج تاع الخواص هذه. فهمتني؟ اما فيما يخص شركه اللحوم عندنا نقاط بيع في صفاقس، ديوان تربية الماشية، وعندنا معناها ديوان أراضي الدولية قدرة الله. ونحن باش نتابعوا معناها النقاط هذوما. قداش من نقطة بيع يعني على القليلة عندنا في صفاقس؟ والله مبدئيا ما عندناش برنامج كما قلت لك، البرنامج جينا عن طريق الوزارة يمكن. المفيد فما نقاط بيع مؤكد في صفاقس. وفي صفاقس يمكن بين 5000 و 10000 رأس قدرة الله في صفاقس. نسألوا زيادة عن سلامة الصحية، معناها الناحية الصحية فماشي متابعة صحية؟ طبيعي جدا، هي هو بطبيعته معناها ما يخرج مش يتباع تو من بعد ما جاء معناها بعد ما جاء معناها وصل لتونس، طبيعي جدا مش تقع متابعته عن طريق المراقبه الصحيه ومراقبته معناها بصفه عامه معناها سواء عن طريق الوزاره تاعنا والا وزاره الصحه. وزيد شنو المواصفات العلوش هذيا؟ الناس فما برشا اشاعات، فما برشا ناس تقول لك لا علوش ماهوش مزيان في شكله، مختلف على العلوش التونسي، لحمه ماهوش فرطامه، التغذيه نتاعو ماهيش كيفنا. شوف هو العلوش احنا رانا برشا اشاعات، لازم المستمع يعرف انه احنا رانا منخرطين في 180 دوله في منظمه عالميه للصحه، واحنا موصلنا اخترنا على العلوش هذايا كان بالتشاور مع المنظمه العالميه للصحه. هنا هو معناها المنطقه اللي هي اقرب للواقع بتاعنا احنا كعرب معناها كمسلمين. فهمتني؟ واخترنا هالمنطقه هذيا لانه العلوش هذايا يتماشى مع العلوش بتاعنا. فهمتني؟ سواء على المستوى معناها البنه بتاع العلوش. فهمتني؟ سواء على مستوى معناها طبيعتنا وعاداتنا وتقاليدنا. فهمتني؟ والعلوش راهو بقدره الله معناها في متناول الجميع على مستوى البنة تاع العلوش. تفضل زعما زعما يجي المشوى على طعمته وعلى شنو نوعية التغذية نتاعو، يحبوا البنة بالحق البنة تاع العلوش. تعرفوش شنو يبني والغديك شنو التغذية اللي يقدموا لي؟ شوف اسمعني، هذه احنا المنطقة هذه تاع روماني راهي منطقة فلاحية بحتة، خذوا منها العلوش. واحنا ديجا اللجنة اللي مشيت هذه راهي متكونة من خبراء فنيين في معناها في اللحوم من شركة اللحوم، وفما معناها بياط رمشوه معناها واللجنة تبعته على جميع المستويات، ومعناها وصلوا حتى كلاو منه معناها طايب ومشوا جميع الاكلات كل. فهمتني؟ معناها وجابوا التقرير هذا وموافقنا كمعناها حكومه كما نقولوا كسلطه على الموضوع هذا كان بعد تقرير شامل. فهمتني؟ معناها ما قدرت لها هو عادي ما نخوف ما نهولوش المساله. السعوديه معناها تستورد من رومانيا. جبت ليبيا مؤخرا، ليبيا معناها فهمتي من اوت 2012 تو
استوردت حوالي معناها فهمتي 250 ألف رأس الروماني. باهي بالنسبة للعلوش التونسي، فما زاد اللي يسأل على العلوش التونسي تو أنا الصورة نشوف فيها الحقيقة العلوش الروماني يشبه برشا العلوش علوشنا التونسي، مش كيما شفتوا في الأول حاولوا ربما يروجوا بعض الصور اللي هي ما كانتش صور حقيقية. هذيك تابعة اللجنة كانت رفيع، هذيك اللي تابعة اللجنة فهمتي، وقت تشوف المنطقة كيفاش فيها حية والعلوش علوش عادي معناها كيف تاعنا علوش عادي ويشبه برشا العلوش التونسي. والمهم هو خاطر هو يحب التونسي، يحب لك لحمه بنينه ويحب زيد علوش مزيان وشكله مزيان، يحب المواصفات الكل. معناها تزيد راهو مزيان. وبالنسبه للعلوش التونسي كيفاش باش تتابعوا؟ باش تتابعوا نقاط البيع هيك الاسواق والرحبه؟ شوف احنا راهو معناها بالاضافه للفرق القاره في الاسواق عندنا فرق متنقله متحركه فهمتني، وفرق مشتركه هي الفرقه دي معناها تبعها معناها احنا والامن والجيش فهمتني للتصدي للظواهر هذه بتاع فهمتني الاحتكار والمعناها والقشاره هذوما اللي يعملوا معناها يستغلوا في الظرف. اما راهو حط في بالك اللي راهو معناها قدره الله ما فماش، ما نتصورش كان فما اشكاليه كبرى بويسك معناها العلوش نوعا ما راهو خص هي اهم حاجه الاسعار. احنا ما حكيناش على الاسعار بالنسبه للعلوش التونسي، قداش هكاك الاسعار؟ العلوش التونسي ما نجمش نعطيك، اما راهو معناها في غالب بعضه خص، نقص على العاده اللي هي معناها قداش النسبه الخص؟ خص ايش فهمت تاع على الاقل على الاقل 30 40 الف تيدي فهمتني بالفتره الاولى معناها اللي انطلقت معناها فيها عمليه البيع في الاسواق. ومازال يرخص والا ربما يرخص معناها يرخص بقدر الله، على خاطر علاش زيد العمليه تاع العلوش هذايا اللي جاي من رومانيا فهمتني والاسعار تاعو اللي هي باش يزيد يعدل الاسعار بقدر الله يعني والاسعار هذه تاع العلوش اللي جاي من رومانيا معناها مناسبه برشا. قداش متراوحه اسعاره؟ والله الاسعار ب 250 فهمتني حتى معناها ماكسيموم 330 الف نتصور هيك، خطرة هي خطرة شنو هو قداش معناها بالكيلو؟ هو لا لا هو مش بالكيلو، هو شوف بالنسبه للوزن الوزن نتاعو بين 25 و 50 كيلو فهمتني معناها معدل 40 ل 35 كيلو فهمتني. الاسعار احنا مبدئيا عاملين برنامج كوزاره مش يكون معناها تحت القدره الشرائيه بتاع المستهلك. علاش؟ على خاطر احنا جايبينه مش نعدوا به الاسعار وما نطلعوا به المستهلك معناها اللي ينجم يقدر بشيخ ومعناها اللي ما يقدرش بشيخ العلوش الغالي فهمتني؟ وبالتالي بما انه معناها مازال معناها نحكيو على العلوش تاع شركة اللحوم مازال ما وصلش، اما احنا على دراسة يلزمنا فهمتني نشوفوا التكلفة تاعه ونشوفوا حتى مع خاطر مازال زاد مش يعرف العلوش مش باش يخلوه كيكه فهمتني، خاطر احنا فما اتفاقيه بين شركة اللحوم شركة اللحوم وديوان تربية الماشية وديوان الأرض الدولية، زاد فما اتفاقية بيناتنا مع بعضنا خاطر هم مش يكفلوا معناها بجلبوا من الميناء حتى لنقاط البيع فهمتني، وبالتالي هذيا معناها إن شاء الله قدر الله نعملوا عملية برمجة اللي معناها ما نجموش نفوتوا مطر الشرائية تاع المستهلك اللي ما يتجاوزش بقدر الله 300 ماكسيموم. يعني هو في المتناول اذا اسعاره كيف ما تقول من 250 ل 330 ان شاء الله هو في متناول المواطنين. شكرا ليك سي نوفل العلوي رئيس مصلحه المنافسه والجوده الاقتصاديه وكل هذه التفاصيل، وان شاء الله كل عام انت حي بخير. شكرا بارك الله فيك. يعيشك الى اللقاء.